سلم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ اموركم مزيان؟ احوالكم مزيان؟ المهم اليوم ان شاء الله البنات جيتكم بواحد الوصفه اللي صراحه زوينه وفعاله، وكنستعملها انا شخصيا. لقيت عليها واحد النتيجه اللي زوينه بزاف. يعني ما كنستعملش الكريمات ديال تفتيح البشره في الليل ولا شي حاجه، كنستعمل داكشي طبيعي. وصراحه جربت هذه الوصفه هذه والنتيجه ديالها كانت زوينه وفعاله جدا، وقلت خاصني لازم نشاركها مع البنات هكا باش نستافدوا جميع. المهم البنات غادي نوريكم الوصفه باش ما نطولش عليكم. غادي الوصفه سهله ومكوناتها سهله جدا اكثر منا. المهم البنات غادي نوريكم الوصفه، غادي نوريكم المكونات وهكا نخلطوهم معكم ونطبقوهم على وجهنا، وخليكم معنا. يلا المهم البنات كاينه واحد المعلقه هنا ديال نيدو، ها هو معلقه نيدو، وهنا واحد المعلقه ديال دانون مسوس. هذا هو الكريم الليلي اللي غدير، ماشي كريم، الماسك الليلي اللي غديرو. ماسك كي عنده بزاف ديال الفوائد البنات، كيفتح تفتيح سريع البنات، تفتيح سريع من الاسبوع الاول يوميا البنات، هذا ديروه يوميا. التفتيح ديالو سريع والمفعول ديالو فعال جدا جدا جدا، المفعول ديالو ما نقول لكمش البنات. وكيبيض البشره بواحد الطريقه اللي صراحه زوينه، وكيحيد حتى دوك سميتهم الشوائب اللي كيكونوا في الوجه بحال الاثر ديال الحبوب ولا ديرا. حتى هما الصراحه مادام الحاجه مبيضه اوتوماتيكمون راه كتحيد هذاك الشيء اللي هذوك لي سيكاتريس اللي كيكونوا في الوجه سواء ديال الحبوب اولا ديال دوك فاش كينشف لك وجهك عاوتاني تيخلي دوك لاطراس في الوجه وداك الشيء دوك التصبغات. المهم البنات راه فعال وزوين بزاف، ولقيت عليه واحد النتيجه اللي زوينه، وقلت علاش لا ما نشاركوش مع البنات. والصراحه المكونات ديالو اللي ساهلين جدا. باش بلا ما نطول عليكم البنات غادي نباشروا في التخلاط ديال الوصفه، لانني كنستعملها في كل ليل كنستعملها، وقلت نصورها معكم باش حتى نتوما تشوفوها وهكا تستافدوا منها وتستافد حتى انا منها وتستافدوا جميع. يلا خليكم معنا، انا غادي نبدا نخلطها ان شاء الله. المهم غنبداو على بركه الله نخلطوا هذه الوصفه اللي غادي نهاوى نيدو. هو هذا انا حطيت هنايا المعلقه كبيته هنايا، غادي نزيد عليها داك المعلقه ديال دانون اللي هي هذه فقط. غادي تضيفي نيدو وتزيدي عليه المعلقه ديال دانون حتى تخلطيه على شكل كريم بطبيعه الحال. غادي تضيفيه للوجه ديالك فقط لا اقل ولا اكثر. صافي البنات كيبقى لي على هذا الشكل كيولي ماسك وعلى شكل كريم. ها هو البنات على هذا الشكل هذا. دابا صافي غادي نطبقوا على وجهي باذن الله. ما كرهتش تكون طبقتو قدامكم مي ما كتشوفونيش. المهم غادي ندير واحد المحاوله على هذا الشكل، ندير بيدي صافي البنات. صافي غادي نخليها البنات واحد تلت ساعه، وغادي نغسل وجهي بمي هدافيه ونعاودو بمي بارده كما كنقول لكم دائما، مي هدافيه ثم مي بارده. وملي كنسالي راه كندير عليه ماء الورد وصافي. هذه الوصفه ديالنا دابا اللي بقى غادي ندهنوا في يدي بطبيعه الحال كما كندير دائما. اي وصفه راه كندهن يدي ووجهي البنات. المهم البنات غادي نخليها ربع ساعه على وجهي وعلى يدي، وغادي نغسل يدي ووجهي. المهم البنات كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، لان اسبوع غادي يبان لكم النتيجه باذن الله. وكنشكر البنات بزاف على الوصفه ديال الشعر، على لي ميساج اللي خلاو ليا، وعلى بزاف البنات كيقولوا لي النتائج ديالها راه زوين بزاف.
المهم البنات كنتمنوا تفرجوا فيها وغادي تدخلوا للقناه راه غتلقاوها وصفه ديال الشعر فيها زريعه الكتان صراحه زوينه بزاف وكنتمنى تجربوها. وغادي نقول لكم ما تنساوش البنات ابوني ابوني لايك لايك بارطاجي بارطاجي قناه افيكنا مع حبابكم صحابكم كاع الناس اللي كتبغيو.